كنظن ان هذه المقابلات ما يمكنش يتحكم فيها الانسان، لان مقابلات ليست ما غادخلش في خانه ديال واحد العلم مدقق، ولكن اللي غيركز خلال 90 دقيقه او ما اكثر، واللي غادي يعرف يسير المقابله من ناحيه التقنيه التكتيكيه يلعب على القوه ديالو وما يخطاش من ناحيه الدفاعيه ولا في تنشيط الهجوم ولا الدفاعي، هو اللي غيفوز في الدوري في هذه المقابله. فكنظن ان بركان جايزه من جميع النواحي، لان بركان الان عندها ثقافه الالقاب، ففازت مرتين بكاس افريقيا، وانا كنت محظوظ اني دربت هذا الفريق، كنت من الناس اللي يعني حطينا الاسس ديال الفريق قوي هذه واحد 80 سنوات. فبركان الان عندها مقابله حاسمه مع فريق الزمالك اللي عنده بعض يعني الثغرات، خص يستغل الفريق البركاني ولا سيما في الدفاع الاطراف، وكذلك في يعني في عمق الدفاع، لان يعني فريق عنده تطاقل وتستغلنا صحيح في مقابله الذهاب جبنا ضربه جزاء في اول شوط وما عرفناش نسيروا الشوط الثاني، لان الشوط الثاني هو اللي لا بدنيا كان واحد الانحطاط يعني بدني وكذلك ذهني بتخوف من اخذ الاصابه، لكن في مصر خصنا نلعبوا الكل اللي بطريقه هجوميه، لان مقابله يعني ديال الكاس فالفريق جايز، جميع اللاعبين عندهم مستوى جيد وعالي من ناحيه التقنيه الفرديه والجماعيه، اللي تيبقى هو نسيروهم بطريقه تكتيكيه باش نضغطوا على الخصم، واليوم انا نحاولوا نسجلوا في الشوط الاول باش ناخذوا الثقه وكذلك ناخذوا المباراه. بالنسبه للمقابله ديال الفينال، الاياب ديال الفينال ديال الكونفدراليه بركان والزمالك، ما هي مقابله ماشي سهله، ما غاديش تكون سهله، غادي تكون ان شاء الله واخا رابحين بجوج لواحد هنا، ولكن باقي ما كملش كما كنقولوا الشوط الثاني ديال الفينال، غتكون مقابله صعيبه. نتمنى ان شاء الله من نهضره بركان انها تحقق الفوز تما وتجيب الكاس للمغرب ان شاء الله. ما ركيناش جوج البيوت تمعنا، تيقول لك قال تيقول لك فرش كرش طماع تفرقع عليه، قفرنا على روسنا ما بقيناش غادي حتى بالريتم. دابا تنهضر معك كمغربي وتنهضر على بركان كفرقه مغربيه، ما عرفناش نقتصدوا يعني الجهد ديالنا اللي عطينا في الجمهور. شلوا لنا اصابه هي من تجدات وقعوا لنا مشاكل، ولا اللعاب مفتون لعدك يزيدونا الثاني لعدك، فاذا بهم الحمد لله اللي ما زونات، ولكن علاش ماركوا عليناهم وحنا ما نماركوش عليهم؟ وغنسجلوا عليهم ان شاء الله وغادي يجيبوا الانتصار، وكاع دوك الكهانات وداك الكذوب لا المصريين تربحهم في بلادهم، المصريين دقيناهم شحال من مره في بلادهم، حنا نيت فوق اللي كنت نلعب انا في الفريق الوطني تلعبوا معاهم، والرجاء راه مشات دارت ريزولتا تما، الوداد مشات دارت ريزولتا تما، الجيش دارت ريزولتا تما، وعلاش حنا هاد بركان ما ديرش ريزولتا ان شاء الله؟ قبل ما نتكلموا على الحظوظ غيكون في حقها تكون مباراه كبيره وغتكون مباراه صعيبه وصعيبه بزاف على نهضه بركان، لان مع كل اسف انا كنت نتمنى يربحوا واحد السكور كبير هنا، واحد ثلاثه على الاقل ثلاثه لواحد، ديك جوج لواحد في حقها غتصعب عليهم المهمه. وتنعرف انا مصر وانا مشيت لمصر بزاف ديال المرات، وتنعرف الاجواء ديالهم عندهم جمهور في حقها جنوني، تعرف المكتب وسير ديالهم برئيسهم المتيف هذوك الناس حماق. وواحد القضيه اخرى عامل الجوع الطقس، الطقس عنده تاثير كبير، لان عندهم بزاف ديال البوليسيون عندهم رطوبه عندها تاثير كثير، وانا ما عرفتش لحد ما عرفتش التوقيت معاش غادي يلعبوا انتي، الا لعبوا في هذه الوقيته مثلا مع 6 7 غتشكل عليهم انتي ضغط. نتمنى انا نتمنى بركان خصها الحل الوحيد اللي عندها هو تركز، انت تركز وواحد القضيه وما كاينش الخوف، وتلعب كانها مقابله عادي غتلعبها ببركان، الا مشاو بحال هكا راه يقدروا يحققوا النتيجه، الا مشاو متهورين وواحد الوقت لينا وواحد القضيه العامل كله تيبقى المدرب خصو يعرف كيفاش يجري الماتش، لان سوتو ديك الثلث على الاولى غتكون صعيبه وصعيبه على بركان. نتمنى البركان نربح، انا مغربي بغيت بركان تربح هاد لاكوب وتزاد البالماريس ديال المغرب ماشي ديال بركان، نتمنى لهم حد وفير. والمباراه ما غاديش تكون سهله، انا حضرت نهائي ديال 2019 اللي كان برج العرب مع فريق الزمالك، فاكيد غيكون حضور جماهيري كبير باستاد القاهره الدولي، ولكن ثقتنا كبيره في فريق نهضه البركانيه، فريق اللي اكتسب خبره وتجربه من خلال المشاركات ديالو المتواليه
في المنافسه ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه، وكيتعتبر هو افضل فريق في السنوات الاخيره في هذه المنافسه، لانه ربح ديجا جوج الالقاب وخسر لقب، وهذا النهائي الرابع اللي تيلعبوا بالترسانه البشريه اللي عنده، يعني لاعبين متمرسين، فثقتنا كبيره فيه. كنا كنتمنوا ان المباراه الذهاب تنتهي بجوج صفر على الاقل، ما تلقاوش هدف، قدر الله ما شاء فعل تلقينا هدف، ما ثقتنا كبيره في اللاعبين انهم بامكانهم يمشيو تما ويجيبوا لنا هذا اللقب، وان كان نعاود نقولها ظروف ملعب القاهره الدولي امام حضور جماهيري كبير فهي ماشي سهله، فكل التوفيق لفريق نهضه البركانيه في هذه المواجهه. حظوظ كبيره ديال نهضه بركان، لان المقابله ديال الذهاب فازوا بها، مع الاسف هذيك الاصابه اللي تسجلات، لو كان ما تسجلاتش كانوا يمكن نهضه بركان تضيف شي هدف ولا هدفين، ولكن كيف ما كان الحال نهضه بركان راه غاديين باسبقيه، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يكونوا في احسن الاجواء وما يكونوش الاكراهات، لان نهضه بركان بالمجموعه ديالها الكامله غتجيب الفوز من 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 قلب القاهره ان شاء الله باذن الله، وعندهم الامكانيات باش يفوزوا في القاهره. لا يخفى على اي احد الفريق ديال الزمالك فريق كبير، فريق يعني ربما كيقارن الفريق الاهلي، لكن المقابله المغربيه ماشي سهله، ما تكون سهله المقابله. انا ما نكذبش عليك، حنا كنهضروا عاطفيا يعني بغينا بركان، ولكن كرويين الزمالك شويه صعب في الملعب ديالهم.